أسعد الله مساءكم جميعا. ما أود أن أطرحه في الدراسات المستقبلية، هناك ما يسمى المحاكاة simulation، بمعنى أن أنا سأتحدث كنتنياهو، بمعنى أن أنا سأتبنى من خلال معرفتي بشخصيته وبنية الدولة والحكومة والبيئة الموجودة كما لو أني أنا نتنياهو. فما الذي سأفعله في التعامل مع هذا الموضوع؟ بالتأكيد مصلحة إسرائيل تهمني استراتيجياً. اثنين، استمرار حكومتي وتعزيز مركز حزبي في الدولة. ثلاث، حتى بعض طموحاتي الشخصية لابد أن أراعيها. وعندما أفكر في الموقف يجب أن لا أقتصر على الأقصى، فالأقصى هو جزء من شبكة من التعقيدات والترابطات التي لا يمكن فصل الأقصى عنها ولا يمكن استبعادها عن الأقصى. لذلك الأقصى هو يعني بؤرة من بؤر الأزمة. الآن ما هي السيناريوهات اللي أمامي كنتنياهو؟ السيناريو الأول هو استمرار التهويد للأقصى وغيره، لأنه ما شاء الله أوسلو فيها مواقع دينية كثيرة يسمح بالدخول لها ويمكن يعني التوسع في تفسيرها. فالجانب الأول هو استمرار التهويد للأقصى بالعنف، يعني دون أي تراجع أو إبداء أي شكل من أشكال المساومة. هذا البديل الأول. البديل الثاني هو استمرار التهويد بطرق ملتوية كر وفر. الثالث هو التراجع التدريجي عن التهويد، يعني مش إلغائه. الجانب الرابع هو التراجع التام عن التهويد. هاي هي الاحتمالات المتاحة أمامي كنتنياهو. الآن ما هي المتغيرات اللي ترجح لي بين هذه البدائل؟ هذه المتغيرات هي: أولاً أن إسرائيل تعيش مأزق، معدل الاستقرار السياسي في إسرائيل في منطقة السالب، والمرحلة الحالية زادته سلبية. عدد كبير من القادة الإسرائيليين وأكاديميين حذروا من حرب أهلية. هذا احتمال وليس يعني مطلق، لكنه احتمال. وديفيد سيغ اللي في الجامعة العبرية وهو أشهر أساتذتهم في الدراسات المستقبلية قلق من هذه الناحية وتحدث عن حرب أهلية محتملة. العامل الثاني اللي يجب أن أضعه في اعتباري كنتنياهو هو أن تؤدي الأزمة الحالية إلى انهيار الائتلاف الحاكم. الثالث هو الدعوة لانتخابات جديدة. الرابع تصاعد عمليات المقاومة ونشوب حرب إقليمية. الخامس القلق من رد فعل عربي رسميا وشعبيا، سواء بتقليص التطبيع أو بزيادة الضغط على الحكومات. السادس هو رد الفعل الدولي الرسمي والشعبي أيضا. طيب، الآن أنا عندي أربع احتمالات وستة عوامل هي التي ترجح بين هذه الاحتمالات. إذن بدي أعمل المصفوفة cross impact matrix بين
كل واحدة منها والبقية، يعني استمرار التهويد بالعنف ما مدى تأثيره على إشعال حرب أهلية، على انهيار الائتلاف، على الانتخابات، على رد فعل المقاومة، على رد الفعل الشعبي، على رد الفعل الدولي إلى آخر، ثم البديل الثاني إلى أن أصل إلى نتيجة. الآن التفاعل بين هذه الجوانب وصلني بعد قياس بالأرقام من 1 إلى 5، يعني 1 هي الحد الأدنى، 5 الحد الأقصى، أعطاني النتيجة أن أفضل سيناريو لي هو التهويد بطرق ملتوية، يعني كر وفر زي ما حصل بالطريقة اللي جرت في الحرم الإبراهيمي في الخليل، مصعد ومستوطنين يقتربوا منها ويزاحموا المكان وإلى آخره. الجانب الثاني أن احتمالات انهيار الائتلاف الحاكم هي الأعلى، يليه احتمال الدعوة لانتخابات جديدة، يعني أضعف شيء هو الحرب الأهلية. طيب في ظل هذه النتائج اللي دلت انه استمرار التهويد بطرق ملتوية المخاطرة فيه 11 نقطة، بقية السيناريوهات المخاطرة فيها أعلى 15 أو 16. إذن ما هو القرار في ظل هذه المعطيات؟ الأول هو العمل على البحث عن مخرج للتعديلات القضائية اللي أربكت الوضع الداخلي وضمان عدم التأثير على سياسة التهويد وتماسك الجبهة الداخلية. ولاحظنا بداياتها تأجيل البت في موضوع التعديلات القضائية ومنع دخول اليهود إلى نهاية رمضان، هذه مؤشر على الاتجاه. 2 امتصاص رد الفعل العربي والدولي والفلسطيني من خلال التهويد التدريجي وإعطاء فترات زمنية فاصلة بين خطوة التمهيد والخطوة التي تليها، يعني ما تتلاحق عمليات التهويد بشكل متسارع، وإنما أقوم بعملية تهويد بطريقة معينة ثم أعطي فترة لأسيطر على العوامل الأخرى اللي هي ضمن ردود الفعل اللي ذكرتها وأسير بهذا الاتجاه. الآن أضعف العوامل اللي تؤثر علي كنتنياهو هي رد الفعل العربي والشعبي، يلي رد الفعل الدولي، ثم يلي رد فعل المقاومة. إذن المسار الذي أرجحه هو استمرار التهويد دون أي تراجع، ولكن على أن يتم هذا التهديد بشكل الكر والفر، يعني أتخذ إجراء ثم نعرضها على لجنة كذا ويجي الوسيط الفلاني والطريقة اللي تعملوها بنفس المنهجية التي جرت مع تفكيك أوسلو بكل أوزار أوسلو، بمعنى أنه لا صار انسحاب ولا صار تراجع ولا أخذوا أي شيء. ما سيجري في موضوع التهويد سيتم بهذه الطريقة التي أراها كنتنياهو، وشكرا لك.